السلام عليكم الاخوان الاخوات، اتمنى تكونوا بخير. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا يحلوا كونت في البنكه صمرش، دونك يكون واحد المشكل، كنسمعوا بزاف مشاكل في هذه البنكه، هذه مشاكل في هنا، مشاكل في هنا. دونك كل واحد باغي يحل الكونت كيتسائل اين كونت مزيانه، اللي سول كيشكر ليه غير الكونت اللي فاتح فيه حساب. دونك مثلا شي واحد بيفتح شي كونت كيجي يسولني هنا، مثلا انا حال مثلا في السياج تنقول السياج طلع عمره دار كلشي عنده زوين، تو هادي يمشي عند واحد اخر حل في البنك الشعبي يقول لي البنك الشعبيه سلام زوينه. ولكن هنا كل بنكه والخاصيه ديالها، كل بنكه والخاصيه ديالها، كل بنكه ولي سيرفيس ديالها، يعني داكشي متعلق بك انت. غير واحد القضيه، قبل ما تحل الكونت خاص هو تشوف الستاتيو ديالك انت واش كيناسب هاد لا بنكه ديالك. نعطيكم مثال باش تفهموني اكثر. بحال دابا واش نتايا اللي بغيتي تفتح كونت، واش نتايا طالب صافاش؟ هذه النقطه الاولى. انت اللي بغيتي تحل كونت واش نتايا خدام سالاريي؟ فهمتيني؟ انت اللي بغيتي تحل كونت واش نتا فقط واحد السيد طالب معاش وفقط كيخدم حرفي بحال هكا وكيبغي يعني يبقى يفيرسي ويدير لي زوبيراسيون ديالو؟ ونقطه اخرى، واش نتايا عندك مع هادشي ديال لي زابليكاسيون داكشي وتبقى تبع الكونت ديالك في التليفون؟ دونك هادو اسئله، الا جاوبتي هاد الاسئله راه بيسهل عليك انك تلقى لي بنك اللي غادي يناسبوك واللي غادي تلقى فيهم راحتك. مزيان. دونك بالنسبه للطلبه ولا الشباب والشابات اللي عندهم اقل من 30 عام، راه مزيان ليهم السياج سمارش. ولكن واحد القضيه، غير على حسب التعامل، الى جاب الله ديما كيبقاو يمشيو مثلا يفيرسي ويديروا زوبيراسيون في لاجونس، راه بتجي قصحه واحد شويه. علاش؟ كيكون تما الزحام، كيكون الضغط، لي زاجونس مازال قلال تاع السياج صمارش. دونك هذا اشكال مازال كاين عند هاد لابونك هادي، يعني في انتظار انها تحل هاد البلان هذا، المشاكل هادو ديال الضغط اللي عليها. دونك انت كطالب كاين داك كود 30 ما كتخلص فيه والو، صفر درهم قل من 30 عام. بالنسبه للدريات تا هما راه صفر درهم. انت كطالب مزيان، فقط هذا الكونت دايرو غير باش تبقى توصل بالفلوس وتبقى تمشي تخرج الفلوس من الكيشي وتبقى تعمل بالابليكاسيون. السياج مزيان عليك، مزيان. انت خدام في شركه، انت خدام في واحد الشركه باغي تحل الكونت، مزيان. اول حاجه خاصك ديرها هو خاص تعرف الكونت اللي حل فيها الشركه اش من بنكه، اش من بنكه بعم كتعمل الشركه. مثلا الشركه حل كونت في البنك الشعبي، حتى انت حل كونت في البنك الشعبي، حل في التجاري وفي البنك، حل انت في التجاري وفي البنك، حل في القرض الفلاحي، حل في القرض الفلاحي صمارش. دونك هذا شنو هو لافونتاج غادي يكون عندك بالنسبه لي سيرفيس؟ ماشي مشكل، يعني ما كاينش شي ديفيرونس كبير. انت يعني خدام صالاري وكل شيء، ماشي مشكل، يعني ما عندكش اشكال. غير هو لافونتاج اللي عندك هو ملي كيدوز ديك الصالير غادي تكون اسرع. بحال دابا مثلا انت فتحتي في واحد الشركه فاتحه كونت في بنك الشعبي، وانت حليتي في بنك الشعبي، وفي نفس البنك فاش حل الشركه ديالك، راه ممكن داك الفيرمون يدوز ديك في قل من 24 ساعه صمرش. الصالير يدوز في قل من 24 ساعه، يعني عكس شي واحد اخر اللي فتح في شي بنك اخرى خصو واحد 3 ايام باش يلا يوصلوا. انت راه بيكون الصادير داز وكليتيه وكملتي الصادير ومشيتي كضبين عند صحابك، وهذوك مازال كاع ما وصلهم الصادير، ممكن هما يجيو يديبانيو عندك. مزيان. دونك نتايا مثلا البنك عندها بزاف تاع لي كونط، ولا كيخلصوا كيسبيس شي حاجه بحال هكا وداك الشيء، ما عرفتيش مثلا البنك فاش حالين ما والو، باغي تحل انت عند شي بنك تعلم معاها. دونك هنا عاوتاني حتى انت نفس الشيء، اشنو باغي دير بهذا الكونت؟ واش فقط باغي تبقى تشد فيه الصالير ديالك، ولا باغي تبقى دير فيه لي زوبيراسيون، تاخذ فيه كريدي، باغي تبقى تمشي تفيرسي وتروج ودير وتفعل؟ دونك الى جاب الله كنتي فقط باغي غير توصل بالصالير وتخرجو، راه انت كنصحك بالسياج الا كنتي قبل 30 عام. ولكن هاد القضيه خاص كونت بازيو عليها حتى في المدينه ديالكم. شوف المدينه ديالك واش كثيره هاد لابونك هادي، يعني واش موجوده، كاين خيارات. دونك كاين 3 4 5 راه مزيان. علاش؟ لانه بعض المرات كتلقى لك شي خسائر، كتلقى سيستم طايح، المهم كيكونوا مشاكل باش ديما تلقى البديل.
مزيان ما لقيتيش كنصحك بالبنك الشعبي. البنك الشعبي الحاجه الاولى هو ديما الفلوس كاينين، ثاني حاجه السيرفيس ديالهم يعني بروفيسيونيل مزيان، وديما كتلقى خاوي يعني ما كتشد الشنوبه بزاف. ممكن تدخل لابونك تلقى واحد جوج ثلاثه اللي شادين الصف باش تشد معاهم تغيب تقضي الغرض، دونك هما الخدمه عندهم سهله. وبالنسبه للتعامل ديالهم مزيان، المهم لقي شي الخدمات ديالو راه مزيان، الفلوس كاينين، لقي شي يعطاهم الله. البنك الشعبي كاين في الفيلاجات، كاين في الدواور، فيما مشيت تلقاه صمار. بالنسبه للناس اللي باغين يفتحوا كونت ولكن ما باغينش يخلصوا والو، كاينه البوسطه. البوسطه راه كتحل الكونت مجاني وما كتخلص فيه والو، ما كيكون لا اقتطاعات لا والو. دونك هادو معايير كنعتمدوهم باش اننا نحلو كونت. بالنسبه للناس اللي كيخدموا مثلا شي ميكانيك، شي سيكليست، شي واحد كيبيع الديسي، شي واحد كيبيع الخضره، شي واحد بحال هكا، دونك هنا كيمشي كيحل الكونت في البنكه اللي قريبه ليه واللي متوفره وموجوده هي باش كيحل الكونت. علاش؟ لانه كيبقى ديما يمشي فيرسي، خصو ما يشدش الصف، يمشي للبنكه اللي يعني موجوده في المدينه تاعو، لقى هذه عامره يمشي للاخرى، المهم يقضي غرض في البلاصه. دونك هكا كيفاش كنختاروا لا بنك. بالنسبه لي سيرفيس تاع البون لي بنك، بالنسبه للمسائل الاخرى كلشي داكشي كتلقاوه في السيت ديال لي بنك. كتدخلوا المواقع اللي كيديروا لي سيرفيس تاع لي بنك، كيعطوك احصاءات. اللي ما عارفش وباغي يعرف مثلا هاد لي سيرفيس وهادشي كامل، كيدخلوا عندنا الباج فيسبوك ولا كونت انستغرام، راه كنحطوا كاع لي ديتاي وكاع المعلومات على هاد لي فري وهاد كامل لي سيرفيس اللي كيقدموا لي بنك والاثمنه تاعهم وكلشي، ومقارنه ما بين هاد لي بنك كاملين. فقط دخلوا الباج فيسبوك ولا دخلوا الكونت انستغرام، راه تلقاو فيه المعلومات كاملين. تحياتي لكم الاخوان. المهم هادشي اللي كاين فيما يخص حساب بنكي.